زيد هذا الشيء، دومينات جداد يحتاجون المهارة دون رأس المال، يحتاجون للمهارة دون رأس المال. تبيع ديجيتال في المغرب، واخا غادي عاود نفتحوا النقاش في واحد الموضوع آخر. دابا الدراري كلكم كتسمعوا الايكوم لوكال، نديروا الايكوم لوكال، اش بغيتي تبيع؟ تبيع فيزيكال برودكت، خاصنا نبيعوا سلطه ديال الدهار، نبيعوا سي با لي برودوي ديال الايكوم لوكال، راكم كتعرفوا. الوغ الدراري اللي كيخدموا لي برودوي، بون الا انت كتشوفني وما ما كديرش الايكوم لوكال، او الا انت كدير الايكوم لوكال، ابقى معايا غادي تفهم بزاف الحويجات في هذا الجواب اللي غادي نعطي لهذا الاخ. دابا الدراري اللي تيخدموا ايكون لوكال، شكون هو العائق اللي تيلقاو؟ العائق اللي تيلقاو هو البرودوي، هو النيش، هو اش البرودوي غادي يبيع. كيمشي للقيصاريات، القيصاريات في كازا، كيدور القيصاريات في كازا ما كيلقاش دي برودوي دو كاليتي. المشكل في المغرب ما عندناش دي برودوي دو كاليتي، يعني ان انا مثلا شريت هذا البرودوي بعته، والله القسم لا باقي عاود شرا من عندي هذاك خونا، ما باقيش غيشري من عندي، بالعكس غادي يدعي فيا الدعوات. يعني كتبيع البرودوي وكتستقبل الدعوات، طبعا سير الله يلقاها لك، سير الله يدير لك، سير الله يفعل لك، سير هذا من الصباح دايرين هذا. المشكله ديال الناس اللي كيشريو ولات ما بقاوش كيتيقوا في لي برودوي ديال الايكوم لوكال. الناس اللي بادين ايكوم لوكال في 2014 و2015 و2016 راه تيشوفوا الايكوم لوكال ديال دابا راه لا علاقه مع قبل وبعد، الناس ما بقاوش كيتيقوا. و راه كنت قلت لكم واحد المره سمعت في الراديو، كان اونتلونتيك راديو، كان دار واحد البرنامج على التجاره الالكترونيه والناس كيدوروا كلشي كيسب من الاخر. اذا عندنا هاد المشكل هذا، المهم هاد المشكل منين جاي؟ جاي من لي زامبورتاتور ولا ما علينا. دابا كاين عندنا مشكل، كاين واحد السوق اخر بنادم ما ردش ليه البال، ما ردش ليه البال. اشنو هو؟ هو الديجيتال في المغرب. واش المغاربه كيكونسوميو الديجيتال في المغرب؟ وانت خصك تفكر انك تبيع الديجيتال في المغرب. غتقول لي كيفاش؟ كيفاش قضيه الديجيتال في المغرب؟ نقول لك اخويا، دابا انت وهنا سير معايا بالعقل وسير معايا دقه دقه. دابا مثلا الناس، دابا اش واقع دابا في المغرب؟ في المغرب ديمقراطيه الانترنت، دابا وليتي في اي دار كتمشي كتلقى الانترنت، هذه حاجه زوينه بزاف. يعني دابا الانترنت ولات ديمقراطيه الانترنت، ولات الانترنت موجوده تقريبا في جميع البيوت. ثاني حاجه ولو لي سمارت تيفي، التلفازات الذكيه، هذا برودوي التلفازات. الناس ولاو عندهم تلفازات سمارت تيفي، اللي ما عندو سمارت تيفي ديال اندرويد بوكس، المهم ولاو عندنا تلفازات مكونيكتي معاها. في نفس الوقت ولاو الناس تيكونسوميو ديجيتال. اشنو هو؟ نعطيك مثال، نيتفليكس، ولاو تيكونسوميو نيتفليكس. علاه اخويا هاد كازا دي بابيل وهاد سكويد جيم اللي مفرقع الناس تفرجوا فيها في دوزيام؟ راه ما تفرجوش فيها في دوزيام، ماشي مشاو لدوزيام تفرجوا فيها. يعني الناس كيتفرجوا في نيتفليكس، اذا هنا كاين ان برودوي ديجيتال اللي ممكن نبيعوا ليهم. مثلا واحد تيخلص 1500 درهم في العام، كنجي انا كنبيع ليه برودوي ليغال. اسمح لي راه حتى نيتفليكس فيه ثاني الكراك د اكونت، انا ما تنهضرش على كراك د اكونت، والدراري اللي فاهميني علاش كنهضر ما ننصحكمش تبيعوا وتشريوا في الكراك. بغيتي تبدا بدا ما ننصحكش، الا كنتي بغيتي دير براند ديالك في الديجيتال حيت خاصنا اليوزر اكسبيرينس. ما علينا، المهم حنا نمشيو غير في الكود تيليغرام، نشرح لك الكود تيليغرام. مثلا كيجي واحد السيد كتبيع ليه كونت نتفليكس عام ب 500 درهم، عام ب 500 درهم، انت رابح فيها وهو رابح. مغربي تيبغي ديما قادس تيقول واه عام ب 500 درهم راه ناضيه، عام ب 500 درهم راه ناضيه، فهمتيني؟ ناضيه 500 درهم بخير وانت رابح. ها هنا هاد السيد ملي كيشري من عندك العام، ولا كيشري من عندك الشهر، يعني كل شهر كيخلصك، ولا كل 3 شهور كيخلصك، عندنا واحد القضيه اللي مهمه، ريكيرين بيمنت. انت في داك البرودوي ديجيتال شحال كتربح؟ في داك البرودوي فيزيك شحال؟ 30 40 درهم 50 درهم في الحبه. هذا حتى هو تتربح ديك 30 170 درهم، 100 درهم على حساب المده اللي بعتي ديال الاشتراك، الربح على حساب المده. اذا حنا عندنا ريكيرين بيمنت، سيد تيخلصنا كل شهر، سيتي خلصنا كل شهر، سيتي خلصنا كل 3 شهور، سيتي خلصنا كل عام. اذا هذه راه يعني الا عندي واحد 1000 كليان في ديليزيوم، هذه راه مخيره، راه مخيره. زيد على ذلك في هذا الكوطي هذا وحنا كنهضروا عليه، لي بي تي في، الناس راه ولاو تتفرجوا في لي بي تي في. كتشري واحد لي بي تي في مثلا ب 150 درهم كتبيعو ب 300 درهم في العام، راه فيه واحد 150، ولكن عندنا الكثره وعندنا ريكورين بين، ماشي هي كتبيع واحد البرودوي اللي هو فيزيكال واللي صيفطيه ليه ما باقيش غادي. وراه الدراري الايكوم راه عارفين هذا الشيء، لانه ملي كنهضروا دابا على الايكوم في المغرب راه جيت الناس اللي تيخربوها، يا تكون تصاوب سلعتك، تصاوب سلعتك يا تكون تدير لامبورتاسيون تاعها، اما باش تلقى النيش وهذا كاينين صعوبات. اذا ها واحد السوق، علاش ما نفكر فيها؟ علاش ما نفكر فيها؟ إذا هادشي غير باش نحاولوا شويه
يفتحوا عينينا على حويجة أخرين اللي هما مهمين جدا. المهم راه عندي واحد الموعد دابا، نلقاكم ان شاء الله في اللايف قادم باذن الله. ذلكم الحين دمتم في امان الله، والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.